قدمنا مئات الوثائق حول جرائم الإرهابيين إلى مجلس الأمن وإلى مفوضية حقوق الإنسان، واللجنة لا تزال تتعمد تجاهل هذه المعلومات وتستمر في تبني شهادات وادعاءات مسيسة من نوع بعض الادعاءات التي استمعنا إليها اليوم المنطلقة من دوافع سياسية دون أي حقائق أو مستندات على الأرض. ثانياً، التقارير تتجاهل قصف المدن بشكل عشوائي يومياً من قبل مجموعات مسلحة، وحتى عندما يتم الحديث عن هذا الأمر يتم استخدام صيغة المبني للمجهول، أي أننا نتحدث عن أشباح. ثالثاً، التقرير قدم في الفقرة 105 تبريراً غير مقبول لحالات تم فيها استخدام المدنيين من قبل المجموعات الإرهابية كدروع بشرية كما أوضحنا في بياننا. التقرير أيضاً في الفقرة 19 وكذلك في التقرير السابق قدم تبريراً لقتال بعض المجموعات المسلحة إلى جانب جبهة النصرة، وللتذكير فهذا هو الاسم المعروف لتنظيم القاعدة في سوريا، وهذه الذرائع استندت إلى أن القتال هو لاعتبارات ميدانية وليس عقائدية. اللجنة أقرت في تقارير سابقة بدور غرف العمليات في دول الجوار وبتورط الدول الإقليمية بدعم الإرهاب، والمفترض أن تحدد تقاريرها مسؤولية الدول المشاركة في غرف العمليات المذكورة التي توجه المجموعات الإرهابية وبالتالي مسؤوليتها عن جرائم هذه المجموعات. أخيراً، نحن لا نتهم اللجنة، المشكلة في عمل اللجنة أنها ضحية لتأثير القرارات الأحادية المسيسة التي تحدد ولاية اللجنة من قبل دول تستخدم آليات هذا المجلس وسيلة للتدخل في شؤوننا الداخلية واستهداف نظامنا السياسي. شكراً. يعني الواقع أنه الدور السعودي لا يتسق مع أي منطق، ليس فقط مع عضويتها في مجلس حقوق الإنسان. السعودية تلعب دور تخريبي يخدم بالنهاية مصالح حلفاء الأمريكان وحلفاء الجدد الإسرائيليين، على الأقل الجدد بشكل معلن. البيان الذي استمعنا إليه اليوم مثلا خلال هذه الجلسة حول الحالة في سوريا كان واضحا أن السلطات السعودية تتحدث من خارج السياق ومن خارج العصر وغير متصلة بالواقع. من يدعي أنه يؤيد الحل السياسي في سوريا يجب أن يساند إجراء حوار حقيقي بين السوريين بقيادة سورية ودون شروط، ويسعى لتفادي فرض إرادته عليهم. لكن بالمقابل نحن نستمع للمندوبين السعوديين يأتون ليعطونا دروس في حقوق الإنسان وفي الديمقراطية، وكأنهم يريدون أن يفرضوا علينا تجربتهم الغنية في الديمقراطية على بلد يمتلك برلمانا منذ عام 1920، يتلقى دروس من بلد ليس لديه دستور حتى. يعني هذه قمة المفارقة الحقيقة والسخرية في المواقف التي نسمعها. الملفت أن البيانات السعودية توضح حالة من الفصام. يعني أنا بيانات السعودية تذكرني برواية دكتور جيكل والمستر هايد، يبدو في بعض الأحيان أنهم ينسجمون مع أو يصدقون دورهم كأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ويتناسون واقعهم المؤلم. أنا أذكرهم في بعض الأحيان أن ممارسات السلطات السعودية هي الممارسات الوحيدة في العالم التي تطبق في دولة بنفس الشكل الذي تطبقه داعش في الكثير من المناطق، من الجلد إلى قطع الرؤوس وبتر الأطراف وصلب المعارضين وكم الأفواه. يعني الحقيقة السؤال عن مدى مصداقية الدور السعودي داخل هذا المجلس متروك لأعضاء هذا المجلس، المفترض بهم أن يقدروا أو أن يهتموا بمصداقية المجلس بوجود مثل هذه الأصوات التي تنتهك حقوق الإنسان السعودي، التي ترتكب اعتداءات وحشية ضد الشعب اليمني، والتي تتحمل مسؤولية الدم المراق على يد الإرهاب في سوريا والعراق وغيرها من الدول العربية. استمرار إتاحة هذا الدور للسعودية يعني أمر يسيء بالبداية إلى مصداقية مجلس حقوق الإنسان نفسه.